لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل لوباء كورونا، فعلى الرغم من أن معظم الخبراء يتفقون على أنه لن يختفي في وقت قريب، فقد قدر تقرير أمريكي جديد أن الوباء سيستمر لفترة طويلة قبل أن يضمحل. حسب الباحثين الأمريكيين، فإن هذه الفترة قد تتراوح ما بين 18 شهراً إلى غاية 24 شهر، وبالتالي السنتين. تقول الدراسة إن الأمر غير مرتبط بمسألة تجاوز الذروة كما يعتقد البعض، بل إن الوباء سيظهر أو سيظهر أبعاد مختلفة، وذلك عبر المكان والزمان. ومع توقع ظهور نقاط ساخنة بشكل دوري في مناطق جغرافية متنوعة وعدة، أضاف التقرير أن الإجراءات الوقائية ليست كافية، وذلك على المنظور الطويل، بل من المفيد تصور الوباء كموجة فردية تستمر في التدحرج إلى أن تفقد قوتها بالنهاية. حدد التقرير هنا 3 سيناريوهات محتملة لكيفية ظهور الفيروس في المستقبل، بالتالي ما هي هذه السيناريوهات؟ السيناريو الأول يقول إنه سيتبع هذه الجائحة سلسلة من موجات الهبوط والصعود تستمر من العام إلى العامين، وقد تتناقص تدريجيا خلال عام واحد، وذلك في العام 2021. أما السيناريو الثاني فيرجح فرضية أن موجة أكبر أو أن يلي هذه الموجة الراهنة موجة أكبر وأوسع، وذلك في فصلي الخريف والشتاء المقبلين، ويمكن أن تتبعها موجات أصغر دائما في العام المقبل عام 2021. ويتصور السيناريو الثالث المطروح بأن هذه الجائحة قد يتبعها موجات ربيعية مكثفة تليها حالات صعود وهبوط لا تتبع نمط موجة ثابتة. حسب الباحثين فإنه خلال الموجات الجديدة قد تجتاح الدول أو تحتاج إلى إعادة النظر بتدابير تخفيف الإجراءات الوقائية، بجعل ذلك تدريجيا تجنبا من إرهاق الأنظمة الصحية أو النظام الرعاية الصحية لكل دولة على حدة. ختم الباحثون بأن الفيروس التاجي ليس نوعا من الإنفلونزا، ولكن هناك أوجها للتشابه معه، بيد أنه أسرع بالنسبة لكورونا، أسرع في الانتشار، وقد يفتك الخلايا دون أن يكون هناك أي أعراض له. للمزيد ينضم إلينا من عمان أستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية والوبائية دكتور درار حسن بلعاوي. دكتور درار، مرحبا بك معنا، صباح الخير. يعني السيناريوهات قاتمة بالنسبة لكورونا والانتهاء من هذا الكابوس، برأيك ما هي الطرق التي يمكن أن يتوقف بها هذا الفيروس ويمكن أن يعطينا بارقة أمل؟ تحية لك يا سيدتي. لو سمحتي لي أنا بعجالة بدي أذكر الجميع ببعض المعلومات التي اختلطت في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القنوات وهي خاطئة، بدي أذكر فيها لأنه مهم جدا يعني نرفع التوعية عند الناس. هذا الفيروس لن يتبخر، هذا الفيروس لن ينشف، هذا سيبقى ما بقيت هذه الدنيا، شأنه شأن كل الجراثيم الموجودة معنا وبتعيش معنا. المعركة التي لن تنتهي في هذه الحياة هي المعركة بين البشر وبين الجراثيم والفيروسات، هذا أول شيء. الشيء الثاني يا سيدتي أنه إحنا الدراسات اللي بتتكلم أنه والله رح ينتهي كمان شهرين ولا 4 أشهر ولا كمان سنة، لا هي صحيحة وهي تعتمد على الخوارزميات الحاسوبية، ليس لا تعتمد على الوضع على الأرض، لا نستطيع إسقاطها على جميع الدول. لماذا؟ لأسباب كثيرة. السبب الأول نحن لا نعلم كيف هاي الدول بدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها من بدأ مبكرا وأغلق عمل لوك داون، ومنها من بدأ متأخرا ولحق بالركب، ومنها ما عمل أصلا إجراءات احترازية وعمل سياسة نسميها ميتيجيشن يعني التخفيف، وجعل الناس يعني في الأسواق ويذهبون ويعني يرجعون من العمل. فهذه يعني العوامل كلها مالتي فاكتوريالز، عوامل متعددة، لا نستطيع أن نقول أنه في الأردن راح يصير هيك، في أمريكا راح يصير هيك. وهاي النقطة اللي بتخلينا نعم نلجأ إلى الأسلحة الموجودة معنا اللي ممكن نتحدث فيها مع حضرتك بعدين، اللي هي من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونحن آملين يعني متأملين. لكن هم يقولون بأنه حتى يعني هذه الدراسات تتحدث بأن هذه الإجراءات الاحترازية لن تكون كافية على الأمد الطويل،
الأمر مرهون بالمناعة الجماعية، مناعة القطيع، سواء مناعة المكتسبة عبر اللقاح إن تمكن الإنسان أو الإنسانية بالتوصل إليه بأسرع وقت، أو مرهون بمناعة القطيع على اعتبار أن هناك عديد من الناس يعني يقولون بأن أرقام الإصابات أكثر مما هي معلن عنها حقيقة، أكثر من الإعلان الأرقام القياسية، وبالتالي هل الإنسانية يمكن بهذا أن تكون أقرب لكسب هذه المناعة؟ يا ستي نعم كلامك صحيح 100%، ولكن خليني بس يعني أضبط بعض الأمور. يا سيدتي إحنا كل هاي اللي بنعمله، إحنا الإجراءات الوقائية اللي إحنا عم نعملها، نرجع للأساسيات، إحنا شو عم نعمل يعني الآن؟ إحنا اللي بنعمله فقط هو تسطيح للمنحنى الوبائي. شو يعني كلمة تسطيح؟ تسطيح يعني بدل ما يصير في عندي مليون حالة خلال شهر، أنا بدي أخفض أسطح هذا المنحنى عشان المليون يصابوا بسنتين ثلاثة. يعني يا دكتور 60-70% رح ينصابوا، والله العظيم رح ينصابوا. وهذه هي مناعة الجماعة إذا سمحتي لي أسميها. بس المشكلة بكورونا أنه ليس هناك دليل على أن من يصاب بكورونا يكتسب هذه المناعة. ابدا يا سيدتي ابدا، هو يعني احنا كان في قبل 4 أسابيع كلام انه ما في دليل، اما الان الدلائل تتراكم بانه كل حتى يعني الحالات المية اللي صارت بساوث كوريا بكوريا الجنوبية وحكوا انهم طلعوا برا المستشفى ثم اعيد اصابتهم، نفس كوريا الجنوبية نفت وقالت انه هذا كان فحص فولس بوزيتيف، يعني فحص ايجابي لكنه كان خطأ، هم فحصوا اجزاء من الفيروس اللي كانت ميتة. فانا بدي ابشرك وابشر الجمهور الكريم بانه يعني almost all، يعني كل من يصاب بفيروس كورونا المستجد ينتج له أجسام مضادة. لا يجب أن نخاف، يجب أن نعلم هذا للناس حتى أنهم يستريحوا. لكن أنا بدي أعود يا ستي وأذكر بأنه إحنا كل اللي بنعمله الآن هو فقط لتسطيح المنحنى. لذلك مهم جدا على صانعي القرار أنهم بحنكة يعرفوا متى يستخدموا الاستراتيجيات. شو يعني هذا الكلام؟ يعني متى لازم أستخدم السبريشن، الإخماد، يعني أعمل لوك داون للمجتمع، متى لازم أخفف هذا السبريشن وأخلي الناس تطلع للمجتمع حتى تكتسب مناعة الجماعة اللي إحنا بنسمع عنها في تواصل في القنوات أنه هاي خطر. هي ليست خطر، مناعة الجماعة ليست استراتيجية يا جماعة عبر قناتكم المحترمة. مناعة الجماعة هي قانون طبيعة. الغلط انك تترك الاشي على غالب. لا هذا خطأ. نحن نعمل شيء نسميه controlled herd immunity، مناعة جماعة منضبطة. يعني انا بخرج الناس الشباب ولكن بترك الكبار للأسف المرضى. وقتي دكتور، شكرا جزيلا لك من عمان، استاذ ومستشار علاج الامراض المعدية والوبائية الدكتور ضرار حسن بلعاوي.